FM صابر وبرا. اهلا وسهلا بكم في صابر وبرا فقره كل كاريتا زوز عجالي وديما التالي. قال لك لحمه في مصر لا يمات يا جماعه، لحمه على الاخر الامور وربي يقدر الخير. قال لك السيسي اعطى زوز جزر لملك السعوديه كي جاه المره الاخرى. هذا جماعه قالوا له هذا مش مشكلتك تبيع البلاد ولا لا، هذا مشكلتك تبيعها انت، شكون باش تحكم؟ اما يا خويا هذا شان داخلي للسلطات المصريه، ونحن شي يهمنا توليش زاد ازمه دبلوماسيه. الله لا يجعلنا جرف ويش بدخلني. وهي الحكايه شنو هي الحكايه؟ معبد فتاح السيسي اعطى زوز جزر تيران وصنافير للسعوديه. قالوا له علاش تعطي في الجزر؟ قال لهم لا، الجزر نتاع السعوديه تسلفناها ما عندهم وتو باش نرجعهم. قالوا له يا اخي ثم دوله تسلف زوز جزر؟ هي هو تو واحد تسلف زوز سوادر من بعد ساعه يضحك على الفيسبوك. قال لهم يا اخويا باش نخسروا احنا السعوديه على زوز جزر؟ يا راجل بعد شويه نحن. يا اخويا شان داخلي هذا يا اخويا، والله لا تجعلنا جر، نخاف ان اخويا لا نجي ونعظموا نتبلاو. ابو برجوليا تحية كبيرة للشعب المصري بصراحة. شعب عظيم الشعب المصري، هو الشعب المصري لأنه ربي يحبه ابتلاه بعبد الفتاح السيسي. يعني الشعب المصري الكله باش يدخل للجنة على صبر وعلى عبد الفتاح السيسي. تقول له نحن في تونس صبرنا شوية على رؤسائنا بعد الثورة، أما لا، عبد الفتاح السيسي بمقدار زوز حجات وعمرة صدقة جارية ذاك الشعب المصري. الراجل قال لك جاه أمير السعودية ضيف روح بزوز جزر. قمة في الكرم والضيافة، مالك جاه وبابا باش يروح، هي روح بنهر النيل. يعني السيسي هذا يزوروه 5-6 رؤساء من الخليج المصريين ولي كريم في ليبيا. وقال لك باش يعطي تمثال خوفه للخليج. قالوا له علاش؟ قال مخوفه ومش طلع خليجي زاد هو مش مصري. بلا ما قال لك اسمه في المضمون الشيخ خوفو. قال السيد اخويا عطاهم جوز جزر، هذه حاجه قويه برشا. يعني المواطنين قال لك المصريين بيتين البارح في مصر، صبحوا يلقى روحهم في السعوديه. يعني المصري بيت مواطن صباح مواطنين بالخارج. وقال لك مواطن من صنافير قام الصباح يشري في الحليب، مشى مد له زوز جنيه، قالوا له حليبي لا صباح اليوم 5 ريال. يعني توا المصري في القاهره باش يمشي يطل على صاحبه في تيران يلزمه كفيل. يا خويا شان داخلي نحن اش دخلنا اخويا ما نحبش المشاكل مع الاخوه الاشقاء. هذا قالوا لي توا كيفاش نعرفوا تيران وصنافير زوز جزر مصريه ولا سعوديه؟ قلت لهم والله سهل برشا، امشي للجزيره وحل تليفونك وكان خرجت لك اتصالات مصر راهي مصريه، وكان خرجت لك اتصالات السعوديه راهي سعوديه. يبقى قالوا لي وكيم يخرج شيء؟ قلت لهم وقتها اكيد بورتابلوك ما دين شينا، شنو نعمل لك هذا؟ قلت لك باللوجيستيك جد انا. قال يا خويا ما عندي حتى علاقه بالحكايه، شان داخلي الحكومه المصريه يا خويا وربي طيب الخواطر. ما مواطن مصري من الاسكندريه طلب صاحبه في جزيره صنافير، كلفت المكالمه الدوليه. يا ولادي تيران وصنافير بتاع شكون؟ مصر ولا السعوديه؟ قلت لهم سهل ياسر، اول دار تعرضكم في الجزيره شوفوا الشريط شنو المنشور فيها. كان لقيتو سروال راهي متاع مصر، وكان لقيتو كشتة راهي متاع السعودية، وكان لقيتو ناشر القديد راهو مواطن تونسي مصيف الغادي. وانا بالمناسبة عندي صاحبي مصري من الجيزة، عاد كلمته منذ فترة وجيزة، لقيتو في الدار هو ماخذ أجازة وناصب الجوزة ومعدي أيامات في دار العجوزة ربي فضلها له. قلت له إيه الحكاية يا صاحبي؟ قال لي خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. قلت له نحن البلاش ما يعجبناش، دول جزيرتين يا صاحبي مش حتة قماش. قال لي شوف يا صاحبي، احنا العرب بعنا كل حاجة، بعنا القضية للذيابة وكنا للغرب بميت خير سيابة، يأكل من خيرنا ويشرب ولما نحن نجوع يقفل علينا بابا. احنا فرشنا للعدو 1000 سجادة وقلنا له خش يدوس على الأرض والسيادة. احنا يا صاحبي زرعنا في الأرض 2000 غابة وتولدنا فيها أسود وصبحنا أصغر من كلابة. وش قلتلك يا صاحبي؟ أننا بعنا كل حاجة جت على جزيرتين، يعني المسألة مش محتاجة، أصل الشعوب مش معتادة، بس بكرة ميصيرنا نتعود على مثل دي عادة. قولي بقى يا صاحبي قويتك إيه؟ سادة ولا سكر زيادة؟ ولا تشربها مرة؟ ما نعرفك صابر وبره.